بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، والحقنا بعبادك الصالحين. يسأل: ما هو أفضل المذاهب الأربعة؟ أفضل المذاهب الأربعة مذهبك، مذهبك الذي أنت تسير عليه هو أفضلها، أفضلها عندك، لأن هذه أفضلية نسبية اعتبارية ليس لها وجود في ذاتها، إنما أفضل المذاهب عليك أن تعتقد أن مذهبك هو أفضل المذاهب، عليك أن تعتقد، ليس من أجل التعصب وكذا، لا، حتى تستفيد منه. عندك بيئة فيها أكثر من مذهب وأنت تريد أن تختار واحدا منها، ذكرنا في مقطع آخر سبينا كيف أختار مذهبا فقهيا يمكن أن ترجع إليه. أما أفضل المذاهب هو الذي أنا اخترته، ولذلك اخترته لأنه رأيته أفضل. قد تكون أحيانا بالوراثة، أنت أخذته عن أبيك وأبوك عن جده وجد عن جدك وجدك عن أبيه وهكذا وهكذا، الوراثة توارث الناس هذا الأمر في هذا البلد، إذن ابقى على ما أنت عليه، لا يوجد مشكلة. المذاهب هذه تكاد تكون متكافئة لشدة مآخذها وقوتها. لماذا بقيت وزال غيرها؟ لقوتها، لقوة هذه المذاهب. فأنت أفضل المذاهب عندك هو الذي أنت اخترته، يعني كنت أستطيع أن أقول في البداية أفضل المذاهب والمذهب الحنفي، لن يفهم كلامي، لكن هذا الذي أقصده. ولذلك يعني حينما تجد مثلا إمام الحرمين الجويني ينتصر لمذهب الشافعي ويقول هو أفضل المذاهب، ويأتي بمرجحات وأشياء بعضها قوي وبعضها فاسد، هو ليس ملاما في هذا أبدا، يلام حينما ينتقص باقي المذاهب، هنا ندخل في خط أحمر. ولذلك رد عليه الإمام الكوثري، لم يرد عليه لأنه اختار مذهب يعني الشافعي ومدحه، إنما لأنه هون من مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة. ولذلك العلماء لاموا القفال الشاشي إساءة كبرى من أجل أن يرجح مذهبه أمام سبكتكين، محمود سبكتكين، انتقص المذهب الحنفي انتقاصات كبيرة جدا، هذا خطأ كبير جدا. ونحن كما قلنا مرارا وتكرارا، أنا حنفي صحيح، محب هذا المذهب ومقتنع به جملة وتفصيلة وأدرسه أصولا وفروعا، مع هذا حينما ينتقص أي مذهب من مذاهب أهل السنة والجماعة أنتفض له أكثر من أصحابه، وبدون مبالغة. إذا ما رأيت إنسانا ينتقص مذهب الشافعي أو مذهب الإمام مالك أو الإمام أحمد سأكون كأنه مذهبي، كما عندنا في العامية يقول ماذا؟ أنا وأخوي على ابن عمي، وأنا وابن عمي على الغريب. هذه مذاهب أهل السنة والجماعة كلها حسنة وكلها خير. ذهب الإمام الشعراني إلى أنها أن الخلاف بينها ما بين حسن وأحسن، وأنها على الحق المطلق، لأنه من المصوبة، ما بين حق مع حسن وأحسن كلها حسنة. هذه المذاهب الأربعة مذاهب المسلمين، وهؤلاء أصحابها أولياء أتقياء أنقياء. ما كان الله جل جلاله ليكتب لهم القبول في الأرض، ويتعبد الصالحون الأولياء بمذاهبهم لولا لهم يعني سابقة فضل من الله تعالى. لماذا الناس يتعبدون بفقه أبي حنيفة في مشارق الأرض ومغاربها؟ والقضاء الإسلامي أهل الشريعة يحكمون به، لأنه له سابق عند الله. لماذا اختار الله مالكا رحمه الله وجعله إمام دار الهجرة، وأخذت عنه الأندلس وأفريقيا كاملة، وأخذ مذهب إمام مالك؟ لأنه رجل ولي من أولياء الله الصالحين. لماذا الشافعي رضي الله عنه يعني في الملاوي في اليمن في مصر، هذا رجل مبارك الله اختاره. الناس يتعبدون الله تعالى بطريقته، هذا أجر يكتب له، هو الذي
أسس لهم هذا العلم القوي المؤكد المستنبط من الكتاب والسنة. فإذا أفضل المذاهب هو المذهب الذي تتبعه أنت. هذا يدعو إلى التعصب، لا أدعو إلى التعصب لحمل السلاح ليقاتل بعضنا بعضا. قلت لك هي حسن وأحسن وكلها خير، لكن يجب أن تعتقد أنه أفضل. ما هو بعض الناس عنده إيش؟ هذا متعصب. إيش هو متعصب؟ يعني عليه أن يرجح الذي أنا رجحته حتى لا يكون متعصبا. قال يا أخي انظر كيف يترك الدليل القوي. قال قوي عندك أم عنده؟ عندك أنت؟ وما ما علاقته بك؟ فإذا لا، المذاهب كلها خير وبركة وكلها فضلة، وأفضلها في نظرك ما اتبعته أنت. والله تعالى أعلم، وصلى الله سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.